الخامسة للمنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين في جهة رباط سلة قنيطرة، اللي في هذه المحطة الخامسة الحزب مرة أخرى بنفس المقاربة ديال التواصل ديال القرب مع المنتخبين ديالو، بغى يفتح الملفات، بغى يطالع على التحديات على الإكراهات من خلال هذه الورشات ديال الصباحه ديال الفتره الصباحيه اللي كيلتقيو المنتخبين بيناتهم حول مواضيع وتيمات محدده اللي اختاروها هما، على اساس ان في بعد الجلسه الزواليه الجلسه العامه اللي كيكون فيها الاسترجاع ديال جميع التوصيات وجميع المقترحات والعصاره ديال هذه المرحله هذه. بعد ما يقارب تقريبا نحن على مشارف المده ديال سنتين من التدبير، الحزب اليوم ماشي فقط كتقييم مرحلي، ولكن كإعلان وكقناعة بأن الحزب قطع مع المنطق ديال الدكان الانتخابي، وبأنه ماشي بالضرورة يدير التواصل مع المنتخبين ديالو ويفتح الملفات غير في وقت الانتخابات، في خضم الممارسة مع المنتخبين سواء اللي كاينين في التسيير ولا اللي ما كاينينش في التسيير، مختلف المستويات، في الجامعات، في الاقاليم، في الجهات، في الغرف المهنيه، في البرلمان، بغى مع المنتخبين ديالو. اليوم كتعرفوا بان ما يقارب 11000 منتخب كاينين عند الحزب على امتداد التراب الوطني، بغى من خلالهم يمشي قدما نحو الوفاء بالتزامات ديالو، التزامات اعتبرها الحزب امانه المواطنين، بغى يوفي بالالتزامات ديال 8 شتنبر 2021 قبل ما يفكر في اي افق اخر، في اي استحقاق اخر ديال 2026 ولا 2027. وبالتالي فكفيدراليه وطنيه للمنتخبين وكمكتب سياسي كقياده ديال الحزب اليوم كنعلنوا كنعاودوا ناكدوا على ان المنتخبين هما اللي معول عليهم، تنسميهم فرسان ديال التنميه ديال الديمقراطيه المحليه. الديمقراطيه المحليه كنعتبروها احدى الاسس وحدى ركائز ديال العمل ديال الحزب، وهذه المنتديات الجهويه هي السمه الابرز وهي العربون على اننا حزب ماشي فقط بغينا ماشي فقط ديال المؤسسات، ولكن كذلك حزب ديال الميدان وديال العمل الميداني والعمل التنموي بصفه ادق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.